هاي 9 جريدرز. اليوم الدرس عن عملية الابسوربشن، الابسوربشن اوف نيوتريانس. طبعا عملية الابسوربشن اوف نيوتريانس هي من اهم العمليات او الفانكشن للدايجستيف سيستم. بعد عملية الدايجشن بتصير عملية الابسوربشن اللي هي توزيع على النيوتريانس على البلد واللينف ليقدر يوصلوا للسلز. اذا بتلاحظوا عم بقول بلد ولينف، طب شو الفرق بين البلد وشو الفرق بين اللينف؟ يعني شو بيختلفوا البلد واللينف؟ اذا عملية الابسوربشن بتصير انه النيوتريانس عم بيروحوا اما للبلد او لللينف. مهم الفكرة، الكمبوزيشن تقريبا the same، يعني تقريبا same composition، نفس المحتوى، بس ولكن الرد البلد بيكون فيه رد بلد سيلز، كريات الدم البيض الحمراء عشان هيك بيكون لونه احمر، اما الليمف بيكون فيه الوايت بلد سيلز عشان هيك بيكون لونه جاي على بياض او وايتش كلر. هي واحد. اثنين، المشكلة انه كل النيوتريانس هون بيروحوا ابسورب، اول نيوتريانس، كل نيوتريانس ابسورب باي بلد، بيمتصن الدم. اوكي، اما الاند برودكتس لا الليبيد اللي هن الفاتي اسيدز اند جليسرول هن يلي بيمتصن الليمف. طب ليه؟ لانه هدول اذا راحوا على البلد ستريم هن عباره عن دهون، حيعملوا بلوكينج، حيسكروا البلد فيسلز. اوكي، بلوكينج ذا بلد فيسلز، حيسكروا الاوعيه الدمويه. فشو اللي بيصير؟ الليمف بياخد الفاتي أسيد والجليسرول، أول ما بياخدهم لوين بيوديهم؟ دغري على الليفر، على الكبد. بالليفر هناك بيحولهم transform them لديزولد substances، يعني substances تقدر تمشي بالدم وتدوب فيه. أوكي، ووقتها بعد ما يطلعوا من الليفر dissolved substances هالفاتي أسيد والجليسرول، بيجي الليمف بيرجع بيعطيهم لمين؟ للدم، بمنطقة معينة بالجسم، بالنك اللي هي تقريبا قريب على الرقبة. اذا كل النيوتريانس بيمتصن الدم بيوزعهم على الخلايا ما عدا الاند برودكت للليبيدز اللي هن فاتي اسيد وجليسرول، بيمتصن سائل اسمه الليمف، عنده نفس الكونستيتوانت از بلاد، بس بدل الريد بلاد سيلز بيكون عنده وايت بلاد سيلز. شو وظيفة الليمف هون؟ هدول الفاتي اسيد والجليسرول اذا راحوا على الدم المشكلة رح يعملوا بلوكج، يعني رح يسكروا اي بلاد فيسل، اي وعاء دموي، لانه عبارة عن دهون. فبيجي الليمف بوديهن على الليفر، الكبد، بالكبد الكبد بحولهم لديزولف سبستانسز، لمواد دايبه بيقدر يمشي بالدم. وقتها بيجي الليمف بيرجع بيعمل لهم بورينج، بيرجع بيدلقهم على الدم تالدم يوزعهم على السيلز بمنطقه تقريبا بجانب النك او بجانب الرقبه. اوكي، طب قبل ما نفوت على عمليه الابسوربشن بالتفصيل لازم بس نتذكر مين هن النيوتريانس. النيوتريانس هن الاند برودكت اوف دايجشن، مزبوط ولا لا؟ اذا اخر الفود لما يصير له دايجشن بيتحول للنيوتريانس. فاذا النيوتريانس ما دام هن الاند برودكت اوف دايجشن، هات بس تذكركم شو هن النيوتريانس. النيوتريانس هن إذا الكربوهيدرات صار له digestion end product of carbohydrates شو بده يتحول؟ لجلوكوز، جالاكتوز وفركتوز، هدول simplest form. ال end product للبروتين أمينو أسيد. إذا لهلا النيوتريانس من هني جلوكوز، جالاكتوز، فركتوز وأمينو أسيد، مزبوط. نرجع ال end products للليبيد من هني فاتي أسيد وجليسرول. إذا شو صار النيوتريانس كلهم؟ جلوكوز، جالاكتوز، فركتوز، أمينو أسيد، فاتي أسيد وجليسرول. منيجي في substances ما بينعمل لها digestion اللي هني أصلا موجودين بالsimplest form لإلهم، مثل الووتر، مثل المينرالز وبعض الفيتامينز. هلأ في فيتامينز بيصلهم digestion، في فيتامينز لا. المهم الووتر وفيتامين ومينرالز وفيتامينز. إذا بشكل عام كل النيوتريانز هني، نرجع نعيد، جلوكوز، جالاكتوز، فركتوز، أمينو أسيدز، فاتي أسيد وجليسرول، ووتر، مينرالز وفيتامينز، كل هولي بينعمل لهم absorption via blood عبر blood vessel. أما الفاتي أسيد والجليسرول بينعمل لهم absorption عبر
اللاكتيال فيسلز او بنسميها الليمفاتيك فيسلز، وهلا بنيجي على هيدي بالتفصيل. لنقدر نشرح الابسوربشن ومين بيعمل عمليه الابسوربشن، حتى نشيل هولي ونشرح شغله اسمها الفيلس، مهم كتير، وهي اليونت اوف ابسوربشن. اوكي، تنشرحها بالضبط، ركزوا. اوكي، السمول انتستين ان جنرال، سوري، السمول انتستين ان جنرال، لنقدر نعرف كيف الانر وول للسمول انتستين محل ما بتصير عمليه الابسوربشن، حتى نعمل مقطع او سكشن بقلب السمول انتستين. هيك حيبين الانر وول للسمول انتستين، ببين كانه فيه ريدج او ريدجز او فولدز، طيات. اذا هدول بنسميهم ريدجز او فولدز. هدول الطيات الريدجز او الفولدز بيزيدوا انكريز من السيرفيس اريا، بيزيدوا من المساحه يلي عم بيصير فيها absorption. انت لما تكوني عم تمشي بطريقة مستقيمة، يعني نفرض هاي النقطة، لما عم تمشي بطريقة perpendicular لك المسافة اللي قطعتيها، بس ولكن لو عم تمشي بطريقة متعرجة، مين بيكون عم يمشي اكتر؟ اكيد المتعرج. فاذا الاريا، المساحة يلي انت مشيتي فيها بطريقة المتعرجة، كانت اكبر بكتير من المساحة اللي كانت perpendicular. فكرمال هيك بتشوفي انه الـ inner wall of the small intestine هو عبارة عن موجود فيه ridges او طيات. هدول الطيات بيزيدوا من المساحة يلي عم بصير فيها عملية الـ absorption. طب حتى نعمل microscopic، نكبر الطي من هالطيات ونشوف من شو بتتألف. اوكي، اذا عملنا له تكبير او under the microscope، شو رح يبين عندي؟ حيبين عندي انه كل الريدجز او الطيات هدول بكونوا مؤلفين من فينجر لايك بروجكشن بنسميها فيلس. اذا الفيلس هي عباره عن فينجر لايك بروجكشن، يعني مثل الاصبع بتكون موجوده على الانر وول اوف ذا سمول انتستين، وهي هيدي الفيلس هي اليونت اوف ابسوربشن، يعني من خلالها بتصير عملية الابسوربشن او الامتصاص. من شو بتتألف هالفيلس؟ هيدي الفيلس بتكون مؤلفة من one layer of simple epithelial cells، يعني مؤلفة بس من layer واحدة من الابيثيليال سيلز. وطبعا هالابيثيليال سيلز ليكو كيف بيكون عليهم من الاخر بنسميهم المايكروفيلاي، او بنسميهم براش لاي، كأنه مثل البراش، مثل الفرشاي بهاي الطريقة. إذا هدول عبارة عن intestinal cells، خلايا intestine، one layer of intestinal cells. هدول الدواوير الصغار هن النيوكلياي تبعون هالسيلز. أوكي، فعشان هيك هي so thin. فشو الفكرة هون بيكون؟ هيدي الintestinal villi بتكون أول شيء فوق إنها كتير رقيقة ومؤلفة من one layer of intestinal أو epithelial cells، بتكون highly vascularized، ملاني blood vessels. البلد فيسلز بيكونوا نوعين، قلنا الليمف والبلد، مظبوط ولا لا؟ اللي هي الليمفاتيك فيسل يعني والبلد. رح ارسم الليمفاتيك فيسلز بالاصفر، اوكي، ورح ارسم البلد فيسلز بالاحمر. اذا هي ملاني بلد فيسلز وليمفاتيك فيسلز، اذا هايلي فاسكولارايزد وذ بلد فيسل اند ليمفاتيك فيسلز. فشو اللي بشوفه؟ بشوف انه كل النيوتريانس ان جنرال عم ينتقلوا للبلد، كلهم بيكونوا عم بيروحوا للبلد. اوكي، ما عدا الفاتي اسيد والجليسرول، بيكونوا مين عم يمتصن؟ اسيدز اند جليسرول، بيكون عم يمتصن اللاكتيال فيسلز او بنسميهن الليمفاتيك فيسلز. اذا خليني اعمل بس ليبل، هيدا هو الليمفاتيك فيسلز، الليمفاتيك فيسلز او بنسميهن لاكتيال فيسلز اللي بيكون فيهن الليمف. اما الاحمر بيكونوا البلد فيسلز، الاوعيه
الدمويه اللي بيكون فيهم بلاد. طبعا البلاد بياخد بيمتص كل النيوترينز، اما الليمفاتيك فاسلز بيمتص الفاتي اسيد والجليسرول. اذا مين المسؤول عن عمليه الابسوربشن؟ هي ستراكشر كتير صغير اسمه فيلس. هيدا الفيلس موجود على الريدجز، على الطيات تبعون الانر وول اوف ذا سمول انتستين. شكله مثل الفينجر لايك بروجكشن، كتير رقيقه كتير ثن، مؤلفة من one layer of epithelial cells عشان تساعد بعملية الابسوربشن. طبعا هيدي الابسوربشن هون بشوف انه highly vascularized، ملان blood vessels. البلود vessels عملناهم بالاحمر، والليمفاتيك vessels او اللاكتيال vessels عملناهم بالاصفر. كل النيوترينز are absorbed by the blood vessels ما عدا الاند برودكت لا الليبيدز اللي هني فاتي اسيد وجليسرول are absorbed by lacteal vessels او الليمفاتيك vessels. نشرح سؤال عطول اجا بالشهادة عدة مرات، اللي هي شو الكاركترستيكس اوف villi او كاركترستيكس اوف the inner wall of the small intestine that favors absorption، يلي بيسهل او بيساعد بعملية الابسوربشن. عندي 5 كاركترستيكس لازم تحفظوهم. اول كاركترستيك عندي large surface area، الاريا كتير كبيرة طبعا بوجود او بسبب الفولز او الطيات اللي شرحناهم من قبل. عندي large number of villi، عددهم كتير كبير تقريبا من 10 to 40 villi بكل مليمتر. عندي villi are highly vascularized، ملانين blood و lymphatic vessels. عندي thin layer of villi and capillary، يعني الفيلاي اللاير لإلها بس one layer of epithelial cells، وكمان الكابيلاري إن كان blood vessels أو lacteal vessels كمان مصنوعين من one layer. إذا اتنيناتهم كتير كتير thin، عشان هيك بيقدروا يعملوا passage للنيوترينز من خلالن. slow circulation of blood and lymph in capillaries، طبعا لما يكون عنده شعيرات دموية إن كان blood capillaries أو lymphatic capillaries طبعا لازم تكون الدورة الدموية كتير بطيئة عشان ما يتفجروا هدول الكابيلاريز أو الشعيرات الدموية. لما الدورة الدموية تكون بطيئة تعطي مجال وقت أكتر لعملية الأبسوربشن، تصير بكل سهولة هالنيوترينز ينتقلوا from the lumen، من المكان يلي عم بيصير فيه digestion هون، هذا هو اللومن، هون عم بيصير اللومن، from the lumen to the blood and lymphatic vessels يلي بيكونوا موجودين هون. كلياتن